2018. سنتطرق خلال هذا البرنامج للعنة الإصابات التي باتت تلاحق بيت المنتخب الوطني، إضافة للجانب التاريخي للمباراة. وللتفصيل أكثر عن هذا الموضوع يحضر معنا حكيم بوفنارة، مدرب في كرة القدم. مساء الخير. إضافة إلى سعيد سرحاني، إعلامي رياضي. مساء الخير ومرحبا بك في برنامج الحدث الرياضي. مساء الخير. البداية ستكون معك سعيد سرحاني، باش تقدم لنا الكتاب اللي أصدرته مؤخرا حول تاريخ مواجهات في البطولة الوطنية وكل النتائج بالأرقام. تفضل. أولا الكتاب تاعك، تفضل هنا المباشر. أولا هذا الكتاب الجزء الثاني من أرشيف كرة القدم الجزائرية. الجزء الأول أصدر في سنة 2014 وهذا الجزء الثاني. المحتوى يعني مختلف تماما. الأول ركزت على الفريق الوطني، الفريق الوطني بما فيهم من كل يعني البطاقات الفنية نتاع المقابلات اللي لعبهم الفريق الوطني من 62 إلى آخر 2013. هذا هو الجزء الأول. هذا هو الجزء, الجزء الأول. أيوة. المشاهد الكريم. وفيه تاريخ تاريخ تاع كرة القدم الجزائرية. وفيه قلت لك فيه فيما يخص الفريق الوطني، فيه البطاقة الفنية، فيه اللاعبين الدوليين بالبطاقة الفنية نتاعهم والعدد المشاركات، وفيه يعني تاني نتائج تاع المنتخبات الوطنية يعني الشبانية والنسائية. وفيه خصصت يعني ملف خاص باللاعب القدير حسن للمص اللي كنت يعني درت فيه الشفاء بالشفاء الشفاء العاجل. درت فيها سونداج اللي كنت انا نجزته في 99 وفي 2000 لما كنت مدير جريدة الشباك، وعاودت درت فيه كل يعني المعلومات تاع هذاك السونداج واللي خرج احسن لاعب في هذاك. الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي اصدرته مؤخرا يعني اللي اصدرته مؤخرا اللي راهو هذا، وعرضته كذلك في صالون الدولي للكتاب مؤخرا. ايوه. الجزء الثاني تكلمت على البطولة الوطنية ولا كأس الجزائر والمشاركة الجزائرية على المستوى الدولي، يعني من 63 حتى 2015 إلى يومنا هذا. 62 إلى يومنا هذا. يعني نشاهد فقط الكتاب على الصورة. تمام. تفضل. وفيه قلت لك مثلا في فيما يخص البطولة الوطنية، في البطولة الوطنية كان في كل النتائج نتاع القسم الأول للبطولة الوطنية من 62 إلى يومنا هذا. فيه زيادة على هذا صور والآخر، وكاين تاني حتى النجائح واحد النتائج تاع الشباب. يعني تابعنا الأرقام، يعني انت قلت لي في الكواليس كاين 360 صفحة، كاين فيه 360 450 صورة، صورة 45 ألف كلمة. كلمة يعني هذا خاطرش أنا مكتب ما درتش إلا أرقام، درت يعني كما قالوا يعني الهيستوريك وشاك يعني شاك شامبيونا كتبت عليه، يعني كتبت شفت وشنو هذاك الوقت كيفاه يعني وش الأخبار اللي تخص هذاك البطولة هذه. وكتبت تاني كاين فيه شابيتر خاص بكأس الجزائر من تاني 62 إلى يومنا هذا من ناحية الأرقام اللي درت فيه كل النتائج من 32 دي فينال حتى لا فينال تاع لا كوب دالجيري. يعني انت يعني عملت سبع سنوات واش من سبع سنوات باش تجمع كل هذه النتائج وهذه الأرقام. هذا فيما يخص الجزء الثاني. الجزء الثاني بالكلمة على الكتاب الثاني. في الجزء الأول تسمى الفكرة بداتني في 2001 نظن، في 2000 لما في العام اللي لعبنا ضد الفريق الفرنسي في باريس. يعني كان واحد الصحافي في باريس 2001 في 2001 وواحد الصحافي في باريس عمل لي تليفون قال لي اعطيني اللاعبين الدوليين تاع الفريق الجزائري وبما فيهم يعني التاريخي. لا 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 الاسماوات برك والعدد المقابلات اللي لعبهم. يعني هذاك الوقت يعني كيما نقولوا جيتي انكابابل يعني باش ناخذ. لكن اليوم الكتاب تاعك هذا اصبح مرجع لكل يعني الانصار وحتى الاعلاميين لما يريدوا يعني يشوفوا نتيجه تاع مباراه ولا تاع مباراه تاع منتخب الوطني مع منتخب اخر، هذا الكتاب اصبح مرجع لكل الاعلاميين وحتى الانصار. حتى الانصار وان شاء الله يا رب العالمين. والسعر تاعه من فضلك؟ 2000 دينار. يعني في متناول الجميع. على حسب كل واحد القدره الشرائيه تاعه.
بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يعني تصدر مزيد من الكتب ان شاء الله. انا الفكره تاعي اللي راهي تتبلور درك يعني في الاخر هو هذا المعلومات اللي راني درتهم في الكتاب نشوف كيفاه باش نديرهم في ان باز دو دوني يعني واللي يقدر يتحصل عليها مباشره سواء عبر الانترنت او عبر الابليكاسيون يعني. ان شاء الله في نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. الله يسلمك. كلمه صغيره حول كتاب لانزو يعني مرجع تاريخي بالنسبه كما قلت للاعلاميين وحتى الانصار النوادي الجزائريه. انا نقدر نقول لك حتى المدربين صحيح. حتى المدربين لازم يشوفوا المراجع هذه صراحه يعني احنا في الجزائر ما عندناش يعني مراجع كثيره وين الواحد يسباز على دي ليفر ولا على سيرتو الباسي تاع الفوتبول تاعنا وصراحه شي يفرح وان شاء الله ما نتمنى له ان شاء الله غير الخير باش يكونوا دوطر يعني مراجع كما هذوما اللي يساعدوا الكره الجزائريه في المستقبل ان شاء الله. شكرا. نقوله فقط للحدث وهي مباراة المنتخب الوطني مع أمام نظيره النيجيري حيث باتت لعنة الإصابات تلاحق المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة. نتابع هذا التقرير. ماذا يحدث في كتيبة المنتخب الوطني قبل 4 أيام من موقعة نيجيريا المصيرية لحساب تصفية مونديال روسيا 2018؟ إصابات بالجملة وسط اللاعبين مما جعل الناخب الجديد البلجيكي جورج ليكينس يرتدي ثوب رجل المطافئ ليستنجد ببعض الأسماء لتعويض المصابين. قاعد نيجيريا. والله يعني الإصابات هذه كل مدرب ما يحبش يكون يعني في الوضعية هذه لأنها وضعية لا يفسد عليها صراحة لأن المقابلة اللي راح يلعبها المنتخب مقابلة يعني ما نقدرش نقول مصيرية 100% ولكن مباراة لها قيمة كبيرة في من ناحية النتيجة. صحيح. يعني اللاعبين هادو اللي راهم مخصوصين في هذه القائمة هذه واحد كيما سوداني واحد كيما غزال و يعني كان قادر يعني المنتخب كانت حلول إضافية رغم أنه ما يلعبوش يعني أساسيين لكن كانت حلول إضافية ما عدا سوداني يعني في الوقت هذا البوي اللي تريز امبورتون يعني ما يكونوا في 18 ما يكونوش يعني أساسيين ولكن عندهم مستوى كبير وعندهم مستوى اللي كانوا قادرين يعني يعاونوا الفريق الوطني في هذه المرحلة. قلت لك وفي هذه المرحلة هذه يعني كثرة المقابلات بعد يعني الفريق داروا تحضيرات يعني قوية يعني أنا رأيي كتقني المقابلات اللي كانوا مقبل يعني نقول سيرتو الناس اللي كانت عندهم لي كوب دوروب وكانوا عندهم يعني مقابلات قوية يقدروا يكونوا في المرحلة هذه مصابين ولكن ماهيش الوقت المناسب باش هاد اللاعبين يعني يكونوا مصابين ولكن لازم الحل يكون يعني مع لاعبين واحد اخرين اللي قادرين يمدوا إضافة يعني في هاد الغيابات تاع هاد اللاعبين هادو. لكن سعيد سرحاني اليوم يعني اخر ضربه موجعه لتلقاها المنتخب الوطني هي اصابه فوزي غلام الظهير الايسر المنتخب الوطني. نظن باللي من هذا اللي راح يغيبوا يعني اصابه غلام هي اللي تاثر كثير لان يعني عنده يعني وزن تاعو في المنتخب الوطني في ما الاخرين يعني نقدروا مثلا كما قلت ما راهمش يعني اساسيين ولكن نقدر نخلفوهم بلعابين واحد اخرين امي حتى نظن باللي حتى اللاعبين اللي استبدلوهم يعني حتى عندهم مستوى يعني بنزية وبالناصر وبنجاح يعني قالوا لما راح يعوضوا يعني سفيان بن دبكه لاعب النصريه درك هم يقولوا ما على بالناش يعني كيف راح يلعبوا ولكن بعض المصادر تقول بانه كادامور هو اللي راح يلعب في مكان غلامي دا اوسيب يعني. انا شخصيا ما ندخلش في هذه التفاصيل باسكو هذه افكار يعني تاع المدرب ولكن انا على حسب نفسي حتى ولو هاد اللاعبين يعني ما يعني كانوا ما لا باس بهم المأمورية راح تكون اصعب وصعيبه بزاف في المقابله نتاع النيجيريا هذه خاصه الاول اللي هلكنا هو تما التعادل اللي درناه هنا في البليده ما كونتر الكاميرون وزيد لها الفوز نتاع نيجيريا اللي خلطنا شويه على الحسابات لكن المأمورية صعيبة يعني ما حتى اللاعبين تاع نيجيريا يعني تاع مستوى عالي ها نظن باللي
الجنوبي ميكال والاسماء المعروفه. معروفه مين يلعبوا في حتى هما يلعبوا في في ولو انها ما مشاتش لاكوب دافريك ما تاهلتش عندها. يعني انا نظن باللي الفريق النيجيري راح يكون صعيب على المجموعه كلها. حكيم اليوم احنا كنا نعاني من الجهه اليمنى الجهه الدفاعيه اليمنى، يعني كان يغيب في اكثر من مره يغيب يعني عندنا الظهير، ما عندناش ظهير ايمن. لكن في هذه المره اصيب يعني فوزي غلام، يعني تنقلت العدوى الى الجهه اليسرى. والله احنا المشكل تاع المنتخب تاعنا هو مشكل دفاعي، يعني كل واحد يعرف يعني هذا المشكل يعني عنده مده. يعني انا نطرح سؤال، لماذا ما كناش يعني في المستوى باش نديروا يعني بدائل في كيكونوا يعني لاعبين مصابين؟ كما دركا عندنا اللاعب كما كان يقول الاخ اللاعب غلام اللي هو اساسي، يعني نقدر نقول لك 100%. والجهه اليسرى كذلك الجهه اليمنى اللي كنا نعانيوا بها جا يعني لاعب وين راح يكون في الجهه اليمنى، ولكن برك الجهه اليسرى عندنا خلل. ولكن انا نقول لك بلي الدفاع تاعنا ماهوش يعني حاكم. في اعتقادك انت من هو اللاعب الانسب في هذا المنصب في القائمه اللي عندناها جورج اللي كان؟ والله يعني كي ما نقدرش نقول لك يعني غير من الجهه اليسرى للناخب ما عندوش يعني دوتر سوليسيون باش يلعب لاعبين واحد اخرين، ولكن نقدر نقول لك كاين غير البديل اللي هو قادر يلعب في هذاك المنصب كادامورو. ولكن كما نقول لك يعني المهمه ما راهش راح تكون. لكن حل استدعاء يعني سفيان بن دبك على باش يلعب كظهير ايسر، هو مش متعود على المنصب هذا في نصر حسين داي. والله هذا قلت لك يخص الناخب، يعني هو اللي عنده يعني لا فيزيون جوست في لي بوست تاع لي جوار. درك بن دبك ما راحش من نقدر نقول لك من المستحيل راح يلعب يعني كظهير ايسر. انا نظن باللي حتى ولو بالك ذا يلعب كاريمون سي في دون لي ماتش، باسكو هو سي لو 24 ولا لو 25 يعني تسمى لو رومبلاسون اي ليكزيست ديجا دون لا ليست في القائمه الاولى. هذا تسمى يعني لكن نحن احنا نتكلم على الاختيار، يعني لاعب تاع وسط ميدان يلعب في المصريه متعود على منصب، انت تلعبوا ظهير ايسر وهو مش متعود. انت راك تفكر باللي هو راح يلعب ظهير ايسر. انا على حسابي ما راحش يلعب كامل، انا نظن باللي ما يلعبش يعني كامل المقابله، يعني على حسابي. برك حبيت ندير برك يعني تدقيق برك في معناتها يعمر به القائمه. قائمه بالك ما يعمر به القائمه، انا نظن باللي راح يعمر به القائمه. برك المعلق اللي دار الشريط هذا قال كلام يعني نظن باللي قال بالك ابار شكون الجوار هذاك وين لا بليسيور تاعو يبروفي، الاخرين قال بالكم يتسبوا باش ما يروحوش يلعبوا في. انا نظن ما راناش في هذاك الوقت تعيط للجوار، الجوار دوا سويفر لي طوبليجي دو سويفر يعني سير لو بلان ميديكال دو لا دو ليكيب ناسيونال، ولا يعني تكون يعني ما يقدرش يتهرب. حبيت نقول لك هادو اللي ما تبليسو ما يقدروش يتهربوا، هاو لا يعني القوانين تفرض عليهم ما يقدروش يتهربوا من الفريق الوطني. لكن هل تعتقد بانه اليوم جورج ليكانز راح يلقى صعوبه كبيره في ضبط التشكيله الاساسيه؟ هي على كل حال ضبط التشكيله الاساسيه ماشي غير ما عند ليكانز في ديجا دوبي واسمو غوركيف سورتو او نيفو دو لا ديفونس كل موند يشكي يقول لك يعني المشكل يعني راهو او نيفو دو لا ديفونس، وما عندناش البدائل يعني ما عندناش دوتر جوار ما جابهمش، يعني هذا هو المشكل. لكن المشكل اليوم نعطيك مثال فقط بود يعني نشوفوها انه في فريق مونتولي سجل العديد من الاهداف مؤخرا. هذا مؤخرا في الجوله الماضيه ماركا هدفين امام مارسيلي. لكن اليوم اصيب، يعني نسال اكثر من سؤال يطرحوا لهذا اللاعب. صح اللي تي با اوسي تيتولير كو الاخر، كاين دوتر جوار حنا رسمو يعني او نيفو دو لاطاك دي بي. لكن عشيه مجيء المنتخب الوطني سجل هدفين اليوم يصاب. يعني هل يعني تطرح هذه التساؤلات؟ يعني هذا هو التساؤلات، قلت لك القوانين ما تخليكش تطرح هذه التساؤلات، سيتادير راك مبليسي ارواح ليك لو ستاج يشوفك الطبيب نتاعنا، فهمتي؟ ما يخليكش ذوق اللهم يعني تفهموا كيف قال. لكن هذه حكيم اصبحت موضه بالنسبه للاعبين الجزائريين، يعني يصيبون قبل بدايه مباراه المنتخب الوطني. صراحه يعني صراحه شيء يحير شويه. ولكن نولي النقطه المهمه هي حتى هنا حكيم حدثت مع اللاعب فيغولي وابراهيمي في اكثر من مره. صح هذه يعني ولات يعني عاده
في الفريق الوطني، ولكن نقدر نقول بلي كاين ناس اللي راهي مور الفريق الوطني لازم تحرص وتعس ودير كل الوسائل اللازمه باش يعني هاد المشاكل هذه ما يكونوش في الفريق الوطني. نقدر نولي لك انا النقطه تاع المنظومه الدفاعيه تاعنا، نقدر نقول بلي في الوسط الميدان ما عندناش مشكل، في الهجوم ما عندناش مشكل، ولكن النقطه السوداء اللي يعرفها كل عام وخاص هي المنظومه الدفاعيه. كما كنا نهضروا على اليمين ولا على اليسار ولا حتى في وسط الدفاع، يعني كاين خلل، وخلل يعني ماهوش من المقابله هذه اللي راح يلعبوها، يعني من مقابله لعبنا يعني مقابلات متوسطه مع فرق متوسطه اللي ربحنا 5 وربحنا يعني 4 وربحنا يعني ان سكور لور، ولكن هذه المقابله راهي مقابله مصيريه ومقابله مع فريق يعني محترم جدا. حكيم، لماذا الناخب الوطني ما اعلنش عن قائمه موسعة؟ يعني دي 27 28 لاعب ثم يقلص يعني يدي اللاعبين اللي يحتاجهم، يعني يدي يعني نقول لك بلي 18 الناخب الوطني كان يعني همه الواحد يعني هو المجموعه اللي مشات في مقابله كثيره يعني بنفس المجموعه. لكن اليوم احنا نحيو لاعب ثم ندعيو لاعب ثم يصاب لاعب نعاودو ايش يعني خلصت كل الاوراق يعني يدبدب شويه لا 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 يعني احنا مقبلين على مباراه كبيره ومصيريه يعني راني يعني معك يعني 100%، ولكن قلت لك في هذه المرحله هذه ماشي لازم نكونوا في هذه الوضعيه هذه، يعني يقدر يكون هو الناخب دار يعني غلطه ما نقدروش نحاسبوه لانه عنده 3 ايام او 4 ايام راهو مع الفريق. لا اسمح لي برك، حبيت نقول حاجه. اللاعبين بالك ربما ما علنوش عليها باللي قالهم، كيما تقول انت لا ليست لارجي، مي هو عنده لا ليست لارجي باسكو علاه نقول لي علاه، لان من مفروض عليك اتحاديه تبعث الاسم 15 يوم قبل المقابله. دونك هذا بن ناصر وبنزيه وهذو كانوا في القائمه نتاع 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 لما اعلن في اعلن على 23 هذه كما قالوا اعلن على فقط اللاعبين اللي يلعبوا في الخارج، ما علنش على القائمه تاع اللاعبين المحليين في المدرسه الصحفيه تاعو. ما قدرش الاخر باسكو يا في اوسي ان جورني دي شامبيونا، كان خايف ثاني بالك ربما لي بليسير ايتترا كيما الخوالد تاع اليوس ما ثاني تاع شتي فيه تبليسا. من نقول لك منا نهضروا ماشي تاع الداخل، هنا يا با بروبليم، نهضروا على الخارج. سي لا فيفا اوبليج لي فيديراسيون ا ترانسميتر لي كونفوكاسيون ولا لاخر 15 جور افون، خاطرش دركا باغ اكزومبل تاع قلت داك تخمم باللي بنزيا عيط له، لا بنزيا لا ريشي ان كونفوكاسيون كوم كوا راهو سو لوتوريتي دو ليكيب ناسيونال، فهمت كيف؟ دونك يعني ما كانش المشكل اللي راهو مطروح دركا هي ان ديزيكيليبر او نيفو دي بوست اكزومبل، كما كنا نقولوا من الناحيه اليمنى من الناحيه اليسرى وحتى في الدفاع، يعني كل اللاعبين اللي راهم موجودين نقدر نقول 18 حتى 20 لاعب ما قدروش نصيبوا لاعب من جهه اليسرى في هذه المرحله هذه، او واحد بديل في الجهه اليمنى. حكيم، لما يعني نستدعي لاعب كما مثلا سفيان هني اقصيناه من القائمه الموسعه ثم يعني نعود نستدعيوه لما تكون غيابات واصابات في المنتخب العربي، نستدعيوا لاعبين، هاد اللاعبين يعني معنويين راح يجوا نهارين، يعني انت ما استدعيتوش في القائمه الموسعه يعني تجيبوه في اخر لحظه. والله شوف يكون كيما واحد كيفاش راح حبيت يعني يمد لك في المباراه. شوف كيما بنزيه هما محترفين، يعني اللاعبين هادو محترفين ويعرفوا يعني الوضعيه اللي راهي فيها الفريق الوطني، يعني عندنا لاعبين ممتازين. لكن ما يعنيش حطمك معنويا. لا هذه صراحه، ولكن قلت لك لازم يكونوا على ديسبوزيسيون دي ليكيب ناسيونال. قال نعيط لك وقت دفاع الانوار المنتخب الوطني. المنتخب الوطني هذا اللي يحب الفريق الوطني وحب يعطي يعني الفريق الوطني، ولكن كاين غلطات كما راك تقول، كاين غلطات يعني بعض اللاعبين كما بنزية، يعني لاعب ممتاز، لاعب اللي راهو يعني في الفريق تاعو راهو يعطي كل حاجه المليحه، يعني لازم نعطيو له الفرصه باش يبرز في الفريق الوطني. ماشي الفريق الوطني راهو حكر يعني غير على بعض اللاعبين في بعض المناصب، يعني توجور نصيبوا بعض اللاعبين، يعني يلعب في الفريق تاعو راهو كيما نقولوا تيتولار ما يلعبش في الفريق. لكن في الجهه اليسرى ما عندناش لاعب نجيبه في البطوله الوطنيه اللي يقدر يعني يغطي هذا المنصب هذا اللي رانا نتحدثوا عليه، يعني تجيب لاعب من وسط ميدان ما نظنش انه يقدر يغطي، ماشي متعود على لعبه. شفنا مع الفريق الكاميروني الخلل وين كان،
الخلل مع الفريق الوطني كان يعني من الجهة اليمنى، وكل منظومة دفاعية يعني كانت تأثرت يعني راح يزيدوا اللعبوا مع فريق ممتاز، وفريق عنده لاعبين يعني ممتازين، وفريق يعني عنده مستوى كبير وتقاليد كروية، وتقاليد كروية يعني لازم ما نكونوش ما نديروش الغلطات اللي درناها مع الفريق الكاميروني. الكاميروني نظن اللي ستان بروبليم سيكولوجيك، استدير ما كناش عارفين حتى من بعد باش عرفنا بالمشاكل اللي عاشوهم لداخل الفريق ومع المدرب ايترا. ايوا باسكو كونت اون بون ايكيب، كونت اون بون ايكيب عندك اون بون اتاك، ميم سي تو ا لا ديفونس يعني تكون فابل ما تخافش. كما قال لهم بولي ان جور، قال لهم قالوا له لا، قال لهم دي جو بريفير غاني بار 5 ا 3 كو دو 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 غاني بار 1-0 ماركيس بوكو بيت لاتاك ايترا. يعني اليوم رغم غيابات الكثير من اللاعبين في المنتخب الوطني وكذلك ما جرى في قبل وبعد مباراة منتخب الكاميرون، اليوم هل شفنا أن اللاعبين يعني متفائلين بالعودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا؟ لكن في وسط كل هذا هل بإمكان هؤلاء اللاعبين رفع التحدي في مثل هذه المباراة؟ قلت لك هم بيان سور يقول لك باللي يعني صراحة هي مباراة اللاعبين ليست مباراة لا مدرب ولا مسؤول ولا مباراة لاعبين فوق أرضية الملعب. هما سي نورمال يقول لك باللي لازم نروحوا ونربحوا ولا نربحوا ولا هذا سي سا سي سي تو لي فوتبولور افون لو ماتش. مي اسكو قادرين؟ انا شخصيا انا مانيش يعني متفائل، باسكو اولا كما قال اللاعبين هذو كامل نشأوا وترعرعوا في بطولات يعني على بالك ما نش نقول لك لوكس، مي يعني في المحيط تاعهم ماشي كي والمحيط الافريقي، رغم ان بالملعب مليح ولا من المحيط الافريقي يعني يختلف تماما على المحيط اللي يلعبوا فيه ليكات، فهمت؟ دونك يعني سكو جو بونس مو يعني كلا كان نقول لك الماموريه صعيبه وكون يعني يجيبوا نتيجة ما ان فيكتوار سو سيري كوميم ان فيريتابل اكسبلوات. هل انا نفضل نقدر نقول الكونترير واش كان يقولوا سي فرحاني؟ لان اولا الفريق الكاميروني الفريق النيجيري هو فريق يعني متكون صراحه من لاعبين ممتازين في كل بطولات العالم نصيبوا يعني لاعب من نيجيريا، ولكن الفريق تاعنا ما عنده ما يخسر في المقابله هذه، يعني راح يخسر نقدر نقول لك رايح يعني مرتاح، ما نقولش 100% من الناحيه الدنيه، ولكن الفريق النيجيري واش رانا نشوفوا في الاعلام واش رانا نشوفوا اليوم بصراحه يعني مينيس دي سبور تاعهم يعني لازم ريزلتا قادر تكون عليهم يعني ضغط كبير، لكن احنا ثانيك علينا الضغط لانه لما ما نعودوش بتعادل ولا فوز راح يعني المشوار تاعنا تاع مونديال روسيا راح يقضى على تماما. انا معاك 100%، احنا درنا ليكسبيريونس مع الكاميرون، ليكسبيريونس تاع الكاميرون هو نيجيريا راح تربحت في المقابله الاولى تاعها في زامبيا. احنا المقابله تاعنا درنا ان فوبا اللي هو كان تعادل يعني ما يرضيش الفريق الوطني تاعنا، ولكن برك قعدتنا اون اكسبيريونس في هذا الماتش هذا، هما ربحوا داخلين نقدروا نقولوا شويه كونفيون داخلين مزيرين خطر ما شرح قلت لك كل الناس تاع نيجيريا ما من لاعبين راهم يقولوا بلي الفريق الوطني، لكن احنا ثاني خرجنا من وسط يعني تمردات واختلال توازن داخل بيت المنتخب الوطني. داكور معك في هذه المشاكل، ولكن احنا خرجنا منهم، هما داخلين مقابله مليحه داخلين يعني، لكن احنا نخرجوا منهم لما يعني نفوزوا صراحه ولا نتعادلوا مع المنتخب يعني مازال يعني الاختبار الحقيقي راه في مباراه نيجيريا يعني في الطرح تاعي تفضل. ومن بعد هما كي رايحين يلعبوا المقابله ثاني جاوا مشكل تاع الفلوس تاعهم هما يعني تاع لي بريم وصرا مشاكل وصرات الاخر، نهضروا على اللاعبين تاعهم يعني اربع لاعبين او خمس لاعبين تاعهم مجروحين كذلك كيما احنا ما راحينش نلعبوا في المقابله هذه، مانيش نقول مقابله سهله، ولكن ما من فريق نيجيري عنده المشاكل تاعو وعنده ضغط كبير قاني من ناحيه النتيجه، ولكن الفريق تاعنا ما عنده ما يخسر في المقابله هذه كما كان يقول السي فرحاني. المقابله تاع اللاعبين هذا شيء معروف، لازم اللاعبين برك يروحوا يعني ما نقولوا ما عندناش من الجهه اليسرى ولا اللاعب راهو مجروح، رايحين باش يديروا نتيجه ايجابيه درك في المقابله راح يصرى كلش. انا نقدر نقول بلي عندنا 50% من الحضور تاعنا والفريق النيجيري عنده 50%، ما تنساش يعني راح يلعبوا في ملعب ممتاز، ملعب يعني عنده كل الخصوصيات تاع المقابلات الكبيره، وان شاء الله برك يكون التحكيم مناسب،
في المقابلات هذه. واللاعبين راه ما نقولوا لاعبين عندهم يعني مستوى كبير وعندهم يلعبوا في احسن البطولات في العالميه ان شاء الله برك يكونوا في يديروا المجهود اللازم باش يجيبوا النتيجه. هذا ما نتمنى مشاهدينا فقط نتابع التصريحات يديروا مقابله، ولكن المقابله ما راحش تكون سهله، المقابله راح تكون يعني قويه مع فريق قوي كثير، ولكن نقدر نقول عندنا 50% من الحظوظ تاعنا باش نجيبوا نتيجه ايجابيه. فايد تفاؤل كبير وسط لاعبي المنتخب الوطني. انا قلت لك سي نورمال سي ناتورال باش يكونوا متفائلين، ما يقدرش يجي لك واحد الجوار يقول لك رايحين نخسروا، فهمت؟ دونك يعني جو بونس كو سي نورمال الاخر، مي هو يقول باللي اللاعبين حتى هما حتى اللاعبين النيجيريين عندهم نفس الحماس كذا، برك قال برك ما عندنا ما نخسروا، فمع الاول قال لك ما عندنا ما نخسروا، انا نظن باللي كنا نخسروا المقابله هذه نقدر نقول 90% حظوظنا تولي شبه منعدمه. هذه نقولها يعني على حسابي منعدمه، باسكو يلفو ان مينيموم دو 12 بوان. يعني مازال 12 نقطة في اللعب يعني. في اللعب. 12. درك أنت كي تخسر كونتر نيجيريا يبقاو لك شحال؟ أربع مقابلات. أربع مقابلات لازم تربحهم الكل. وشي يعني حتى زومبيا لازم تربحها ذهبا وإيابا. إيابا والكاميرون. كذلك. إيه. لازم بعد ما تخسر حتى مقابلة. أنا قلت ما عندنا ما نخسروا، يعني المقابلة لازم تلعبها بكل جدية. درك لو كان تخسر أراك درت المجهودات تاعك اللازمة. تاع اللاعب والمجهودات يعني اللي اللاعبين راهم منتظر منهم يعني شيء كثير، ولو كان تربح المقابله تولي لو ميريت ريفيان، لو كان ديروا ما مقابله يعني تعادل تولي ميريت ريفيان او جوار، ولكن ما ندخلوش بالتعصب الاول، لازم نربح راح تدخل في غلطات، وراه لازم يفوجيري لو ماتش افيك ان اسبري دو جروب افيك تكنيكمون تاكتيكمون يلفو بيان جوي. والمقابلات قلنا مقابلة كما هذه يقدر يصرى فيها كلش، تقدر تربح تقدر تخسر تقدر دير تعادل. مشاهدينا الافاضل بعد الفاصل سنتحدث عن الجانب التاريخي لهذه المباراة. بجانب نسور نيجيريا. لا من ناحية المقابلات لعبنا 18 مقابلة، 7 انتصارات و4 تعادلات و7 انهزامات. دونك يعني سور لو بلان مي خاطرش في بعض الحالات الوصيه يعني لا 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 السنوات الاخيره لا لا يعني اخر مباراه خدها مثلا 2010 منتخب النيجيري فاز علينا بهدف دونار في لقاء ترتيبي تاع هذا كان يعني مقابله تقدروا حتى اللاعبين تاع الفريق الجزائري دخلوا المحلي اكثر منها مي لو راحت لي ليدي ايه قلت لك مي وشنو كوب دي موند انا جوي 3 فوا كوب دي موند انا جوي On a été éliminé deux fois, on a été éliminé deux fois. On a été éliminé en 1982, on a été éliminé dans les Lagos. Pour vous donner des informations, je pense que c'est le Gmouh et le Belloumi. Ou le Naoud. Non, je vous disais avant, je vous disais que la rencontre est venue à l'Algérie. Les joueurs locaux, les joueurs locaux. بداوا التدريبات في شهر جويلي، وهذاك الوقت كان رمضان، شهر رمضان، كان المدرب الروسي روغوف داهم السيرايدي وبداوا التدريبات باش يلعبوا كونتر نيجيريا في اكتوبر، يعني تاع باش نبين لك باللي جويلي اوت سبتمبر هما يدربوا. ومن بعد نهار المقابله هذه يعني التاريخ ما لعبش كل الفعل يعني اللاعبين اللي كانوا في التدريب اللي كانوا في المعسكر تاعو، لعب سير 11 جوار، لعب 5 جوار جابهم من الخارج، جاو من الخارج باش الناس في بعض الاحيان جا كان فيها قريشي منصوري قموح زيدان هو كان بون، ولو ان قموح وزيدان لعبوا هنا مي كانوا يلعبوا بفرنسا استدير جابهم ديريكتومون ولعبوا سي لو ميم نومبر دو جوار اللي لعبوا في لو روتور على بلاص دو 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 دو, دو منصوري ولا كان يبي دحلب دحلب ثاني تلعب في هذه المقابله يعني باش نعطيك الفكره. وكما قال مقبل دحلب الكبيره يعني دحلب. لا لا كاين انسل دحلب اكتر على تاع تلمسان لا لا نحكيك على تاع دحلب كبيرهم مقبلات اشار لواحد النقطه قال تاع المدرب تاع الحاكم اذا كان الحاكم احنا على بالك دركا ولينا في هذاك الوقت الجزائر رفضت باش يكون حاكم من افريقيا
c'est la FIFA nous a désigné un arbitre italien. حتى من ناحية السيكولوجية الفريق كيدخل كان شغل ماشي خايف مرتاح خاطرش يافي كو ميم ان غران اربيتر في هذا الماتش فهمت دونك هذاك انا جو بونس كو نزيد نعطيك معلومه هذه ولو انها خارجه على الاخر كي انا شخصيا حضرت الماتش تاع الريتور تاع قسنطينه وجاء المدرب نتاع نيجيريا يسميوه اوتو غلوريا كي وصلت لنا قالنا انا نعرف باللومي مليح قلنا له كيفاه قالنا دربته كي كان يلعب في خميس مليانه في السنوات ما نش عارف لا كان يلعب فلا قلت له وانت واش كنت تدير قال انا كنت تكنيسيان في واحد لوجين تاع السكر دونك هذاك يعني يعرف كان يعرف الجزائر قبل ما يسميوه اوتو غلوريا يعني اعطيتك معلومه باش على ان هضر لك على هذاك الماتش يعني تاع 82 كي تي امبورطون بون دي زوتر ماتش على بالك مالغري يعني في العشريه السوداء ملحقنا كومام برسك للدومي فينال تاع لا كوب دي موند خسرنا مع نيجيريا وكاترا اودرنا مع هنايا وقالت ماتش نول وخسرنا مع الكوت ديفوار دونك ومن بعد وين اللي كانت يعني فريمون لا بريستاسيون لا بلو فابل تاع الجيري سي كونتر نيجيريا سيتي اون 2004 وين خسرنا هنا في وهران ب 5 لكن انا نعاود نوليك شويه للتاريخ ربما في 1980 لما خسر المنتخب الوطني نهائي كاس امم افريقيا امام هذا المنتخب النيجيري في لايغو البعض يقول بانه المنتخب النيجيري مد المباراه المنتخب الجزائري مد المباراه المنتخب النيجيري هذا كلام برك ما نظنش كان عليهم ضغط صح يعني الضغط تاع الغاشي وكذا الى اخره ولكن يعني حتى اللاعبين تاع المنتخب النيجيري قالوا باللي باش يتفادوا مشاكل مع المجتمع النيجيري قالوا بلي انه المنتخب الوطني عطانا المباراه لا لا على حسب معلوماتنا لا لا كان حتى استدير جو بونس ميم سي لو بلان سيكولوجي ليكيب كانت ليبيري استدير البونسي با بوتيتر كون لعبت كونتر اون ايكيب اوتر كو النيجيريا بوتيت مي هما شافوا حسب المعلومات تاعنا قالوا لنا بلي المسؤولين هما اللي دخلوا لغرف حفظ الملابس وقالوا لهم عطونا الماتش المسؤولين اللي تهضر عليهم انا شخصيا زدت التعاوت شفتهم من سنين وسنين هذه قريفه وفي 1990 حكيم يعني شفنا الكل الجزائريين فرحوا بالتتويج الوحيد في الكره الجزائريه بقياده الشيخ عبد الحميد كرمالي رحمه الله اول تتويج سنه 1990 في المباراه الاولى ربحنا بخمس اهداف مقابل واحد شوف صعوبه المنتخب النيجيري لكن في مباراه النهائيه فزنا عليهم بهدف وجاني علاش قلت لك المقابلات يعني يتنوعوا في يعني لعبت كل مباراه وظروفها الخاصه كل مباراه والظروف تاعها الخاصه ربحنا